الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغيثه ونستنصره ونستهديه ونستكفيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم شوق محبة سے درود شریف پڑھیے جی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم